أهلا بكم في حلقة جديدة من فلسطين هذا الأسبوع. رحل الفنان المصري الكبير نور الشريف بعد مسيرة إبداع طويلة كانت القضايا الوطنية والقومية حاضرة فيها بكثافة، بخاصة القضية الفلسطينية التي حظيت باهتمام خاص من هذا الفنان الملتزم. كان نور الشريف مساندا داعما باستمرار لقضيتنا، وقد أرخ لمراحل مهمة من خلال فيلم ناجي العلي الذي أنتجه على نفقته الخاصة، وكلفه ذلك في تلك الفترة أن هوجم وقوطع من قبل ذوي الحسابات الضيقة. كان نور الشريف وطنيا وقوميا وإنسانيا، نسج أرقى علاقة بين السياسي والإبداعي في إطار التأثر والتأثير والتكامل، وليس تبعية الإبداع للسياسي. إلى العناوين. نور الشريف فنان كبير أحب فلسطين كما أحب مصر. إحراق عائلة الدوابشي جريمة ما زالت تداعياتها مستمرة محليا ودوليا. الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف التهويدية. تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يؤكد مأساوية أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية. لاجئون عادوا إلى القطاع، فدمر العدوان الأخير منازلهم ليعيشوا التشرد في وطنهم. برحيل الفنان الكبير نور الشريف نخسر نحن الفلسطينيين قامة إبداعية وقومية طالما شكلت داعما ومساندا للقضية الفلسطينية. برحيل الفنان الكبير نور الشريف تفقد الساحة الفنية أحد أهم رموز الإبداع في العالم العربي. قدم للسينما والتلفزيون والمسرح أعمالا في منتهى الأهمية. تميز نور الشريف بمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية، فقد آمن منذ البداية بأن الفن رسالة وأنه وسيلة تثقيف وتنوير، لكن بأدوات فنية راقية. نور الشريف الوطني بامتياز والعروب القومي بامتياز أيضا، كان صاحب موقف ورؤية، فهو ابن مرحلة قومية حيث تشرب أفكار ومبادئ الناصرية العروبية، لذلك من الطبيعي أن يظل مشدودا للقضية الفلسطينية حتى آخر أيامه على اعتبار أنها قضية العرب الأولى. اختار الشريف أن يسلط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال إنتاج فيلم ناجي العلي، وقد تطلب إنتاج هذا العمل جهدا جبارا من حيث التكلفة المالية وحشد عدد من الفنانين المصريين والسوريين والفلسطينيين واللبنانيين، إلا أن التكلفة المعنوية كانت أشد وأقسى، لا سيما وأن عددا من الإعلاميين والفنانين المصريين في تلك الفترة شنوا هجوما قاسيا على نور الشريف بسبب هذا الفيلم، منطلقين من منطلقات شخصية أو متأثرين بمرحلة عزلة مصر التي تسبب بها السادات ومن ثم مبارك قبل أن تعود إلى موقعها الطبيعي في صدارة العالم العربي. إن تجربة نور الشريف بغناها وعمقها تطرح للنقاش مجددا مجموعة من العناوين، نذكر منها على سبيل المثال العلاقة بين السياسي والإبداعي، الدور الوطني والقومي للفنان، مكانة القضية الفلسطينية بالنسبة إلى المبدعين العرب، معايير الفن الخالد. الفلسطينيون الذين أحبوا نور الشريف كما أحبهم وأخلص لقضيتهم ودعوا هذا الفنان الملتزم بحزن، لأنهم فقدوا قامة مهمة طالما أكدت بالمواقف
أن الوطنية الحق في العالم العربي لا تستقيم بمعزل عن القومية الحق. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث الأستاذ جهاد صالح، أهلا وسهلا بك أستاذ جهاد. شكرا لك وأهلا وسهلا بك. نبدأ يعني احنا يعني اخترنا أن تكون ضيفنا في هذه الحلقة لأنك متابع للشؤون الثقافية والفنية ليس في الساحة الفلسطينية فحسب وإنما العربية أيضا، وأعرف أنا شخصيا أن كان لك علاقة معينة في مستوى معين مباشرة وشخصية مع الفنان الراحل نور الشريف. نبدأ يعني في رأيك لو أردنا أن نسلط الضوء على القيمة الفنية الإبداعية لنور الشريف ماذا نقول؟ يعني أولا أريد أن أتحدث عن شيء، علاقة نور الشريف بالوسط الفلسطيني وبالمبدعين الفلسطينيين. نور الشريف تربطه علاقة قوية مع الكثير من الفلسطينيين، ابتداء بالزعيم الراحل ياسر عرفات وانتهاء في الكوادر الوسطية الموجودة بالساحة الفلسطينية وبالأخص الكتاب والفنانين. كما أعرف له علاقة خاصة مع وليد أبو بكر، له علاقة خاصة مع يحيى خلف، له علاقة خاصة مع فؤاد مطر، له علاقة قوية مع الكثير من الكوادر والمبدعين الفلسطينيين. نعم. وهو دائما يأخذ بيد المبدعين الصغار الذين يذهبون إلى القاهرة ويعمق من تجاربهم ويساعدهم ويقف معهم. هذا من ناحية علاقة محمود درويش بعلاقة نور الشريف. أما نور الشريف فنور الشريف من الصعب جدا أن تنظر له كقيمة إنسانية وكقيمة معنوية وكقيمة فنية. نور الشريف هو مثال الإنسان القومي الملتزم بالقضايا القومية في جميع فروعها. وفي أكثر من مقابلة قال أنا ناصري. نعم، هو طبعا ناصري ويميل إلى البعد القومي في النظر إلى القضايا القطرية والقضايا العربية. من هنا كان موقفه الداعم والقوي جدا مع القضية الفلسطينية، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة العربية، على اعتبار أنها قضيته قضية 100% قومي. يعني كان معتبرها هي قضيته الفنية، معتبرها هي قضيته القومية، ومعتبرها هي قضيته الإنسانية مع بعضها. كان هكذا ينظر إلى القضية الفلسطينية، وعلى خلاف كثير من الممثلين الذين يجسدون أدوار فنية على أهمية عملية التجسيد، لكن أدواره كان لها خلفية ثقافية واسعة. يعني ما يميزه نور الشريف كان معروف كما قلت بالتزامه القومي الحاد. ونور الشريف ليس فقط من باب الالتزام الفني والالتزام المعنوي، نور الشريف رجل مثقف، رجل يقرأ كثيرا، وحتى بالتحليلات السياسية، ومتابع. نور الشريف متابع حتى على صعيد البحث، فكثير من المواقف اللي كان، يعني أنا أذكر أنه في كثير من الأبحاث وكثير من الدراسات قدمها نور الشريف حول القضية الفلسطينية، وفي اجتماعات أخرى وأنا كنت شاهد عليها. أنا شاهدت صورة شخصية لك. نعم. في مناسبة كانت؟ كانت بمناسبة ناجي العلي والحملة التي أقيمت على ضد نور الشريف أثناء تمثيله لناجي العلي. دعني أحدثك عن موضوع ناجي العلي.
نعم. ناجي العلي هو تكفل بهذا الموضوع من إنتاجه يعني. من جميع النواحي، ليس فقط الإنتاجه وإنما تمثيله وإنما علاقاته مع كثير من الفنانين المبدعين في مصر، كلهم انضووا حول نور الشريف لإنتاج هذا الفيلم. وبعد ما أنتجه تعرض إلى كثير من المواقف، طبعا مواقف إعلامية ذات حسابات خاصة ومواقف ذات حساب خاص، نتيجة أنه كان مصر منعزلة في ذلك الوقت. يعني هو كان مصنف كمعارض يعني في تلك الفترة، معارض جدا، والذي وقف معه هو الحزب التجمع الوطني في مصر. أنا أول لقاء التقيته مع نور الشريف التقيته بعد ناجي العلي في أثناء عرض ناجي العلي، حيث تعرض إلى شائعات كثيرة وإلى تقليل من قيمة الفيلم. فعقد التجمع الثقافي عقد اجتماعات في داخله، وما إجاش محمود درويش في المرة الأولى، إجا محمود الجندي، وكان احتفال باهر، جاء كثير من الفنانين وجاء كثير من المثقفين لكي يعلنوا تأييدهم لمحمود درويش لنور الشريف. نعم. نور الشريف، خاصة أنه الفيلم فهم على أساس أنه معادي إلى مصر، نتيجة أنه مصر كانت موقعة كامب ديفيد. وأيضا طبعا هم لم يستطيعوا أن يقولوا هذا الكلام، لكن هم قللوا من قيمة الفيلم من ناحية، من ناحية قيمة الفيلم يعني قللوا من قيمته فنيا وتاريخيا، وقللوا من قيمته محوريا، أنه تناول شخصية ناجي العلي. وطبعا هم بلشوا طبعا أنا لا أريد أن أسمي أسماء من الإعلاميين، يعني في مقابلة مع نور الشريف أنا تابعتها من خلال أحد المواقع، يعني تحدث عن هذه المرحلة بألم ومرارة طبعا ولام قسما من الفنانين زملائه المصريين الذين توقع أن يهبوا معه إسنادا وتضامنا، لكن المستوى كان أقل مما في ذلك الوقت. انقسمت الساحة الفنية والساحة الثقافية إلى قسمين، قسم مؤيد إلى نور الشريف بمناسبة ناجي العلي، وقسم وقف ضده. مثقفي السلطة كلهم وقفوا ضد محمود درويش، طبعا شيء لحسابات شخصية ضد نور الشريف. ضد نور الشريف أنا أظل آسف، يلا الشخصية الإبداعية الفلسطينية الإبداعية، وتربطهم علاقة مهمة وثيقة بين محمود درويش. وقدموا نور الشريف قدم محمود درويش في إحدى جلسات المجلس الوطني. نعم نعم، أنا سأتحدث عنها بعد قليل. في ذلك الوقت قيل له انه في الاخ جهاد موجود بالشتمو، فطلب انه نذهب الى بيته بعد الانتهاء الفعلي، وفعلا ذهبنا الى بيته، وهو هناك اعلن موقفه بقيمه ثقافيه عاليه وببحثيه عاليه، وأنا اللي قمت فيه هذا الجزء من واجبي تجاه القضية الفلسطينية وواجب كل الفنانين المصريين، خاصة أنه الوسط الفني كان دائما يدعم القضية الفلسطينية. وطبعا كان كثير من الفنانين، كانت محسنة توفيق، كان محمود الجندي، وكان كثير من الفنانين، لا أريد، يمكن يكون سمير صبري لأنه في أحد اللقاءات أشاد بسمير صبري. الجميع كانوا موجودين. نعم. يعني كان موجود كثير من الفنانين. إضافة إلى ذلك كان أيضا في كل المواقف كان يدعى في كثير من المجالس الوطنية، كان نور الشريف يعني له احترام خاص، له احترام من قبل القيادة ومن قبل القاعدة ومن قبل الكوادر الوسطية الفلسطينية. وكان ياسر عرفات تحديدا مصر جدا أنه نور الشريف يكون موجود. وبالمناسبة نور الشريف
أول مسرحية عملها كانت القدس في الجانب الآخر، وهي مسرحية مهمة في ذلك الوقت، ومثلها بإتقان وبروح إنسانية. في المجلس الوطني الذي أعلن فيه وثيقة الاستقلال هو الذي قدم محمود درويش في الجزائر، وقدموا بشكل انفعالي يعني كثير من الكوادر ما كانوش متوقعين أنه يتفاعل مع هذا الموضوع وبشكل لغوي قوي أيضا لغوي أدبي قوي. وأكثر من مرة توقف لمنع الدموع أنها تخرج من عيني. يعني بالأمس ودعت مصر والعالم العربي هذا الفنان الكبير. الجنازة التي أقيمت له كان فيها حشد كبير من الفنانين والمبدعين، وكان حضور للمستوى الرسمي. يعني في تقديرك كيف يمكن لنا نحن الفلسطينيين والعرب أن نستفيد من هذا التراث الإبداعي الفني الثقافي الذي تركه هذا الفنان الكبير؟ يعني نور الشريف ترك لنا عبرة عدم خضوع العمل الإبداعي والعمل الفني للسياسي. والرقي في الصورة السينمائية إلى الجانب السياسي. الجانب السياسي له حيثياته وله واقعه وله إمكانياته، بينما الجانب الإبداعي يجب أن يطرح القضايا المهمة. يعني سقفه يجب يكون أعلى من السياسي. سقفه يجب أن لا يتهادل، وهو لأنه مرتبط بالحلم دائما، وهي الوثيقة التي تركها لنا بعدم خضوع الجانب الإبداعي، الجانب الثقافي، الجانب البحثي إلى القرار السياسي. القرار السياسي له واقعه وله إمكانياته، بينما ولو الجانب البراغماتي فيه البراغماتي، بينما الإبداعي مرتبط بالحلم هو الأساس وهو الحلم وهو الذي الناس مصطفى حوله. نعم. الفنانين تصوري أنه ودع بما يجب أن يودع به، أي بما يليق بهذه القامة، بهذه القامة الباسقة في مصر وفي العالم العربي، على الرغم من الأوضاع المصرية الموجودة حاليا. نعم. إذن اسمح لنا بالانتقال إلى تقرير آخر، ولو أنه موضوع مهم نور الشريف يحتاج إلى ساعات لكي نعطي هذه التجربة الغنية العميقة حقها، لكن لدينا كما في كل برنامج وحلقة تلفزيونية في الساحة الفلسطينية همومنا المرتبطة بارتباطا مباشرا بمعاناتنا، جريمة إحراق عائلة الدوابشة التي راح ضحيتها طفل رضيع ووالده، بينما بقية أفراد الأسرة يخضعون للعلاج. هذه الجريمة ما زالت تداعياتها مستمرة محليا وعالميا. بكى يشتغل وروح من الشغل، أبكى تعباني، يشطف للبيت، تنس لباب الدار، يغسل للغسيل، غسيلي وغسيل أبوه وغسيل أخوه يغسلهن، وكان يحب أخوه الصغير كثير، يضل يبوس فيه، وضل يصفط في حوايده يا حبيبي. كان يحب أخوه صغير عبد شديد ويغسل له وتغيب وكيم عبد عبد. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاف رفقاء ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاف رفقاء ومحبينه. رجع الخي يا يما زغري. يذهب الشهيد سعد الدوابشة إلى النوم جوار ابنه علي، وتصحو دمعة هذه الأم على فقدان عزيز.
كان يحرس ليلها حتى لا تمرض، لكنها النار التي أضرمت في جسد عائلة ابنها لم تكن بردا وسلاما عليهم كما النبي إبراهيم. بدي أشوف ابني يما، بدي أشوفه، قل لي من الله يمحله، الله من فوق صبرني، أنا مش فايدة صبرت، ربنا سبحانه وتعالى ربط على كلبي الحمد لله. كان صعب علي كثير، كنت أروح لكن ما بقدر أرجع وأروح. بكى سعد يوم يوم، يروح من الشغل ويروح يتحمم ويجي علي، هو جوزي مريض يجي علي على الدار، وكل يوم يجي يسأل عن موته ومرته وولاده. في تلك الليلة أعدت الأم عشاء جمعت فيه أبنائها، لكنها لم تعلم أنه العشاء الأخير لحفيدها الرضيع ليلحق به أبوه بعد أسبوع من حرق المستوطنين لمنزلهم في دوما جنوبي نابلس. هو تتعشى عندي وانبسط، قلت يا حبيبي يما هات ارمي لك الفرش ونام، هان احنا بدنا نسهر بدنا نقعد، هان يما خلينا مبسوطين. قال يما والله بدي اروح ارمي حالي انام، انه مت وكنت بعرف ارجع انام. قلت يا حبيبي مع السلامه، الله معك. الولد كان يحسب بديش اروح من دار سيدي، بدي اظل هان احمد. لما شاف ابوه روح، علمت الولد ما هو جناح مو ابوه، روح. قال لعائلته تصبحون على خير، فالوقت تأخر، أريد أن أصحو باكرا لعلي أستطيع أن أبني مستقبلا آمنا لأبنائي. سمع والده صراخ ابنه وهو يستغيث، لكنه اعتقد أنه صوت التلفاز القريب. لما سمعت الصياح أخذت الكرسي مثل هذا ومشيت على الشارع. يا لاكتني جارتنا ولا هي بتقول لي وين بدك تروح يا خايب، لا تروح تكع في احدى الحفر. سعد يوم بكى يشوفني مريض مثل هيك يقعد يبكي يقول يا بابا مش معيش اشتري سياره، بدي اشتري سياره مشان بس واخذك على المستشفى. قبل ما نمشي في نص ساعه يقعدني والله يجيب الفطور وصير يسوي حط في سني. حرق الابن وأبيه في هذا البيت الذي بقيت فيه دراجة أحمد تنتظر ركوبها وعربة علي تتجول في أنحاء قريتها، بينما ينتظر الأم وابنها مصير مجهول، فهما يصارعان الحياة، فالحروق عميقة عمق المأساة التي عاشتها دوما. إلقاكم بالبداية على من على غرفة النوم، لأن بطبيعة الحال البيت مشتعل سيخرج الإنسان وصاحب المنزل خارج المنزل، عند خروج العائلة الزوج والزوجة خارج المنزل فالمستوطنين كانوا بانتظارهم أمام المنزل فقاموا بقتلهم وسكب عليهم المواد الحارقة. رغم مآسي عائلة الدوابشة إلا أنها تعقد الآمال بعودة الأم وابنها سالمين، لعله يعوض قليلا عن فقدان الرضيع وأبيه في ليلة افتقد فيها البدر. من دوما جنوبي نابلس، دعاء سيوري، تلفزيون وطن. يعني أستاذ جهاد، والواحد منا يتابع مثل هذا التقرير تتداعى في ذهنه عشرات الأسئلة الحزينة المفجوعة، لكن لا أريد أن أسألك أن أسأل سؤالا محددا، سأترك لك المجال لتتحدث عن هذا التقرير كما تريد. أولا يعني القلب والوجدان لا يتحمل مثل هذه المشاهد التي رأيناها، وبالمقدمة أنا باسمي وباسم الكتاب الفلسطينيين وباسم الباحثين الفلسطينيين أتقدم بعائلة الدوابشي وبقريتهم بأحر التعازي وبأحر المواساة. هذه جريمة
تعودنا منذ البداية ومنذ بداية الاحتلال بدءا بكفر قاسم وبدءا بدير ياسين وبدءا وهي هذا السلوك المستمر من قبل الاحتلال الصهيوني. لكنها الأبشع من حيث أنه طفل رضيع يحرق باستمرار. نحن كلما جاء فترة تكون الجرائم أبشع وأكثر إيلاما، لأنه المستوطن والمواطن الإسرائيلي يخضع إلى عمليات غسل دماغ فيصبح بلا شعور في بيئة تحريضية، بيئة تحريضية عنيفة، وهذا يعني جريمة عنصرية واضحة المعالم. هم يقولون عن العالم الإسلامي والعالم العربي بجرائم داعش وجرائم جبهة النصرة وجرائم القاعدة، فلينظروا إلى هذه الأفعال التي تفوق جرائم داعش وجرائم داعش كلنا وكل العالم الإسلامي ضدها، أما هذه الجرائم تجد أن الكيان الإسرائيلي وكيان الاحتلال يحمي هذه العلاقة. يعني ردود الفعل والدليل على ذلك على ذلك أنه عندما أعلنوا أنه بدهم يحاسبوا هؤلاء خرج كل المستوطنين وأرغموا وزارة الدفاع وأرغموا الدولة الإسرائيلية وكأنهم يقيمون دولة داخل الدولة للتراجع عن هذا، وفعلا تراجعت الدولة الإسرائيلية وتراجع الاحتلال عن جريمة إدانة مثل هذه الجريمة الواضحة أمام الناس. لا نريد أن نقول ونقدم صور، هذه واضحة، ودليل على ذلك أنه نفس نتنياهو اتصل بأبو مازن وقدم له اعتذار وقدم له المواساة، دليل أنه هذه الجريمة واضحة المعالم. لا يعني هو قدم التعازي في إطار امتصاص، هذا يعني بالإطار طبعا احنا عارفين لماذا قدم هذا الاعتذار، لكنه تراجع عن محاسبة المواطنين اللي ارتكبوا الجريمة. هذا المواطن اللي أحرق الطفل عندما ترى صورته وترى منظره وهو يضحك وهو وكأنه كان في نزهة وكأنه كان في مشمت هواء باختصار، يتلذذ ويتلذذ الآخرين ويتمتع بهذه الجريمة التي ارتكبها، ليس بحق الولد فقط، بل هم كانوا ينتظروا أن تخرج العائلة من البيت ويطلقوا النار. هو متشرب عنصرية، فهذه جريمة يصعب على القلب ويصعب على الوجدان، ليس فقط الفلسطيني وإنما الوجدان الإنساني أن ينظر إليها بعين. طب أسأل سجهد، أنت كاتب وباحث وتؤرخ ولك سلسلة من الإصدارات حول مراحل في التجربة الفلسطينية قديما وحديثا، السؤال يعني كيف يمكن للكتاب والمؤرخين الباحثين الفلسطينيين أن يعكسوا هذه الجرائم أو حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني بهدف إيصالها إلى العالم؟ يعني ينبغي ألا يكون الأمر مرتبط بحركة الجانب السياسي الدبلوماسي، ما دور المثقفين الكتاب المبدعين في هذا الجانب؟ يعني كثير من الجرائم الصهيونية استطاع الكتاب والباحثين تأريخها في الثقافة العربية وفي الثقافة الفلسطينية ابتداء من بداية الهجرة الصهيونية والاستيلاء على الأراضي وجرائمهم في دير ياسين وما وكفر قاسم
والمدن التي دمرت ودمرت وأزيلت عن بكرة أبيها، هذه أرخها الكتاب وأرخوها الفلسطينيين أكثر من السياسيين، لأن السياسيين كانوا يتعاطوا دائما مع الواقع ويتعاطوا والحدث اليومي السريع. وأما هذه فأنا أقول أن جميع الزملاء الرواد والإعلاميين القدامى أرخوا لهذه المرحلة. في مرحلتنا الحالية أيضا هناك كثير من الكتاب يكتبون. هل ما نقوم به نحن الكتاب والمثقفين يكفي يرتقي يعني إلى حجم ما يحدث؟ لا نستطيع أن نحتاج إلى جهد يعني أوسع وأكثر. إلى جهد كل المؤسسات الثقافية، ليس فقط الكتاب، الفنانين، الجامعات، المؤسسات الثقافية، كلها يجب أن تصب كل جهودها في تأريخ هذا الجرائم الصهيونية وفي تأريخ المعاناة الفلسطينية عبر تاريخ النضالي. التعامل اليومي هو متروك للصحفيين ومتروك للصحافة اليومية، لكن التاريخ والثقافة الفلسطينية يجب أن تكون، والتاريخ يحتاج إلى ترجمة لنصل ما طبعاً وهذه نكتبه للعالم. وعندنا كلنا في جميع الوطن الفلسطيني لنا علاقات مع الخارج ولنا علاقات في الدول الأوروبية، يعني المطلوب استنفار طاقات وجهد أعلى، استنفار لكافة القوى ولكافة الفعاليات في إدانة هكذا أعمال. أشكرك أستاذ جهاد صالح على ما قدمته من تحليل في هذه الحلقة. الحرم الإبراهيمي الذي قامت قوات الاحتلال بتقسيمه منذ سنوات فارضة مساحة فيه لليهود يتعرضوا لمخطط تهويده بالكامل من خلال اقتحامات استفزازية للمستوطنين وبعض المسؤولين من المستوى الرسمي. خططها للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وسياستها الرامية إلى تهويد الحرم بالكامل، قام وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون بزيارة مفاجئة للجزء المغتصب من الحرم. تأتي هذه الزيارة قبل يوم من عيد الأول من أيلول الذي يصادف غدا وبعد غد الخميس عند اليهود. ففي صبيحة هذا اليوم أغلقت مداخل الحرم الإبراهيمي بالكامل وأقفلت جميع بواباته أمام المواطنين لتعلن منطقة عسكرية مغلقة بالكامل. إن هذه الزيارة تعتبر زيارة استفزازية لمشاعر المسلمين وانتهاك صارخ للحرم الإبراهيمي وانتهاك لمشاعر المسلمين عامة، فهذا الحرم هو ليس حرم لأهل الخليل فقط، إنما هو لجميع الفلسطينيين وجميع المسلمين في أنحاء العالم. نوى من هذه الزيارة وقصد حسب ما سمعناه هو تحويل الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي والسيطرة على باقي الحرم. يعتبر الحرم الإبراهيمي من أقدس المعالم الدينية في فلسطين بعد المسجد الأقصى المبارك، وترمي إسرائيل ضمن سياستها التهويدية للسيطرة على المقدسات تحويل الحرم إلى معلم وكنيس يهودي. هذه السياسة العدوانية والجرائم هي ليس فقط قطعان المستوطنين الذين يمارسوها في مناطق الضفة الغربية، بل جيش الاحتلال ووزراء الاحتلال وهم يجمعوا على استراتيجية بهدف التشريد وطرد الفلسطينيين من بيوتهم ومن مناطق سكنهم. انتهاك صارخ للمقدسات وسياسة عنصرية تتخذها إسرائيل لابتزاز الفلسطينيين المهمشين بصلاتهم وبزيارتهم لمقدساتهم بقرارات من سلطات الاحتلال، ويبقى جنود الاحتلال مسخرين لحماية المستوطنين. تأتي زيارة موشي يعلون وزير الحرب الإسرائيلية إلى الخليل قبل الأعياد اليهودية لتبعث برسالة إلى الفلسطينيين أن هذه المنطقة ستحول إلى منطقة عسكرية إسرائيلية بالكامل. لتلفزيون وطن، ألاء عواودة، الخليل.
تقرير لمنظمة العمل الدولية أكد مأساوية وضع العمال في الأراضي الفلسطينية، لا سيما وأن ثلث الطاقات القادرة على العمل تعاني بطالة دائمة. تكتظ المعابر المؤدية إلى الداخل الفلسطيني المحتل يوميا بآلاف العمال الفلسطينيين الراغبين في الحصول على لقمة عيش كريمة لهم ولأسرهم، رغم ما يلاقونه من صنوف العذاب والانتهاكات المستمرة لحقوقهم، انتهاكات دفعت بمنظمة العمل الدولية لإصدار تقرير مفصل سيعرض في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف يرصد واقع العمل والعمال في الأراضي العربية المحتلة. يشير التقرير إلى ضرورة معالجة ظروف استخدام العمال الفلسطينيين وتوظيفهم بوصفها مسألة ملحة، فمعدل البطالة بين صفوف الفلسطينيين تتزايد بنسبة تتجاوز الربع. يؤكد التقرير أيضا على أهمية إجراء عملية تفاوض حقيقية تضمن مصالح الجميع بما فيهم العمال الفلسطينيين وأصحاب أعمالهم. نعم، هناك تدهور لآفاق فرصة العمل في فلسطين. المنظمة التي كشفت عن تقريرها خلال مؤتمر صحفي في رام الله اعتبرت أن المعاناة التي يعيشها العمال الفلسطينيون في المستوطنات والداخل المحتل خطيرة وبحاجة لمعالجة سريعة لتحسين أوضاع العمال وظروفهم، وهو ما اعتبر مقدمة لمساءلة إسرائيل على جرائمها بحق العمال. التقرير بشكله السنوي ولجانها المختلفة يشكل مادة مرجعية قانونية في حال توجهت دولة فلسطين إلى منظمة العمل الدولية لمحاسبة إسرائيل بانتهاكاتها للعمال الفلسطينيين، هذا من جانب. ومن جانب ثاني هي مادة مرجعية لنا كفلسطينيين، بحيث نقول للعالم بأن منظمة العمل الدولية ما تقوم به بتقارير وانتهاكات ليس فقط على صعيد العمال الفلسطينيين، وإنما أيضا بتآكل الأرض الفلسطينية بزيادة المستوطنات في المناطق الفلسطينية من جانب، عدا الانتهاكات المختلفة التي تقوم بها دولة الاحتلال. وقال التقرير الذي رصد واقع العمل في الضفة المحتلة وقطاع غزة والجولان العربي المحتل أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وصل إلى 52,000، فيما وجه اتحاد عمال نقابات فلسطين بعض الانتقادات للتقرير. الإحصائيات للأسف لا يزال الوفد منظمة العمل الدولية، أنا بحكي اللي في جنيف، يتقيد بالإحصائيات الرسمية التي يأخذها من الجانب الآخر. يعني الجانب الآخر بقول له 26,000 المستوطنات، بقول 26,000. بقول له اللي بيشتغلوا في إسرائيل بتصاريح مش تصاريح، هذا العدد بتقيد فيها. لابد من تفكير بآلية حقيقية لمقاضاة إسرائيل على هاي الانتهاكات، ولذلك كان في عنا طلب واضح وصريح من قيادة المنظمة بضرورة عمل ترجمات حقيقية من أجل اللي هو انتزاع حقوقنا. وخلص التقرير إلى أن الحالة الصعبة لواقع العمل والعمال في فلسطين، خاصة بعد تدمير هذا القطاع في غزة بعد الحرب الأخيرة وتنامي واقع الاستيطان وتراجع التنمية في الضفة المحتلة، يؤدي إلى تضاؤل فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من مدينة رام الله، حمزة السليمي، تلفزيون وطن. نذكر بالعنوان الأخير: لاجئون عادوا إلى القطاع، فدمر العدوان الأخير منازلهم ليعيشوا التشرد في وطنهم. وفي التقرير الأخير: بسبب ما يحدث في العالم العربي من حروب ودمار، عاد عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، بيد أن مأساتهم لم تنتهي، فقد دمر العدوان الأخير على القطاع بيوتهم ولم يتسن لهم إعادة الإعمار.
غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر وهدى حكايات، فرس من نور تسعى الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. لم يبقى لرائد النجار هنا إلا النظر إلى ركام المنزل المدمر وذكرياته. هنا سحقت المعالم بصاروخ من طائرات الاحتلال. كان من نصيب رائد السيء أن يصيب منزلها ويتركها في معاناة منذ عام على انتهاء الحرب على قطاع غزة. لكن قصة المعاناة التي لم تظهرها الكاميرا هنا، كيف خرجت رائد وعائلتها من ليبيا بعد الحرب فيها وقدومها إلى قطاع غزة في ظل عدم قدرتها على الاستفادة من مشروع إعادة الإعمار في القطاع المحاصر، كونها حصلت على هوية لا تعترف فيها إسرائيل ولا المنظمات الدولية، وليست الهوية الرسمية الفلسطينية. احنا لاجئين جايين من بلاد برا، من ليبيا، هجينا من الحرب، هربنا من الحرب، اجينا هنا والله بلانا في الحرب اكثر من اللي راحت، وبيوتنا تدمرت وكل شيء، كل ما نملك عندنا هنا تدمر، ولان حتى الان فيش حد سائل فينا، وبنجرب نرمح لان حامل الهواية الزرق، ما فيش حد سائل فينا واحد ندور فينا. قالوا لنا روحوا سجلوا في الاشغال عشان الاسمنت وعشان هذا، اجينا نسجل، لو انهم بيقولوا الهواية الزرق ما عندهم، مش ما لهم مش اسمنت ولا لهم حاجه. ليش؟ قال اسرائيل مش راضي علينا. طب احنا منا مال اسرائيل. وعلى بعد امطار قليله تعمل ابتهاج النجار اللاجئه الفلسطينيه من ليبيا في الزراعه، لتعتاش هي وعائلتها السته بعد ان تركت املاكها في ليبيا في ظل الحرب الاخيره. فضيق مصدر الدخل في القطاع المحاصر لم يمكن ابتهاج من جمع الاموال لبدء اعمار منزلها المدمر، كونها لم تحصل على الهوية المعترف بها دوليا. الحين مرت علينا سنة كاملة على الحرب، يعني ايش بدي اقول لك، تدمرنا في الحرب هذه، ما فيش مين اللي يعيننا، عشان معنا بطاقة تعريف. وليش بطاقة التعريف هذه؟ ايش يعني بطاقة تعريف؟ ما لهاش اي قيمة فيها في التاريخ هذا البلد هذه. انا نفسي اعيش واكون، يعني بحلم انه يرجع بيتي زي ما كان، زي ما يرجع، زي بقية تجاراتي كلهن، هين عايشات في بيوت مرتاحات ومعمرات وهذا. لو بس يطلعونا بس كم كيس اسمنت خلينا ارجع، بديش لا فيلا ولا بدي هذا، بدي بس بيت يقواني انا واولادي، يسترني انا واولاد وبناتي. للاسف الشديد بنتيجه ظروفنا الخاصه بنتيجه وجود الهويه الزرقاء معنا، لم نحصل على المساعدات المطلوبه مثل يعني باقي العائلات الفلسطينية التي دمرت منازلها. هذا كان موقف إسرائيلي. الحال في قطاع غزة لم يكن جيدا على 200 عائلة، مثل ظروف ابتهاج ورائدة دفعت بهم ظروف الحروب إلى أن تكون أماكن لجوءهم ساحات معاناة كاملة تتكشف تفاصيلها بعد الحرب. فالركام مكانه واللجوء مكانه وظروف الطبيعة القاسية مكانها، على أمل ألا تبقى المعاناة تراوح مكانها لمن فقدوا منازلهم. غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر وهدى حكايات، فرس من نور تسعى الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته تذكير بعناوين هذه الحلقة. نور الشريف فنان كبير أحب فلسطين كما أحب مصر. إحراق عائلة الدوابشي جريمة ما زالت تداعياتها مستمرة محليا ودوليا. الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف التهويدية. تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يؤكد مأساوية أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية.
لاجئون عادوا إلى القطاع، فدمر العدوان الأخير منازلهم ليعيشوا التشرد في وطنهم. إلى اللقاء في أمان الله.